عمال يحترفون أعمالا متواضعة كالعناية بالحظائر والحدائق ومكابس ورق البرد. وكانت هنا أيضا أعمال قليلة كصياغة الذهب والفضة ونحت الأواني الخشبية والنقش على الحجر. ولكن كانت هناك قبل كل أولئك وهؤلاء الأجهزة المذهلة لتنظيم الكون، لأن الإله هنا هو خير الصانعين، إنه ينظم مسيرة الحياة. فعلى الشرفات كهنة من علماء الفلك يرصدون مسارات النجوم، وعندهم حساب شروق الشمس وأطوار القمر. وآخرون عاكفون على لوحاتهم يرسمون خريطة الإمبراطورية لوفق آخر حدود لها، وخريطة أخرى أشد تعقيدا وهي خريطة الحياة الثانية. ومن وراء هؤلاء جميعا أضراب لهم أمام الأفران، وقد ملكوا سر مسك الذهب بالفضة بوسيلة علية تسمى اليوم بالإلكتروم، ويصنعون من هذا المزيج رقائق لامعة يكسون بها وجوه المسلات. إذا شئنا أن نتمثل تلك الصورة فلنمد أبصارنا عبر النيل نحو الشاطئ الغربي، حيث تهبط الشمس كل ليلة وراء وادي الملوك. ذلكم هو شاطئ الموت وسبيل الآخرة. فإذا لمحتم بصيصا من الضوء بين القبور فهذا يحدثكم بأن خبراء التحنيط ساهرون إلى ساعة متأخرة من الليل. إن سيدهم أنوبيس الرب القادم يبوس خلال قبور الكلب الأسود، أما إلههم فهو أوزوريس رب البعث والنشور. إنه يسهر 70 ليلة متعاقبة للإشراف على معامل التحنيط وتدفين الموتى بآلاف الآلاف. كان هذا في فترة الانتقال من الأسرة 18 إلى الأسرة 19. قبل ذلك كان من تولوا عرش مصر هم كل من حملوا اسمي تحتمس وأمينوفيس، ثم أعقبهم كل من حملوا اسمي سيتي ورمسيس. ولكن جاءت اللحظة الهوجاء التي أطلقت عنان المروق والثورة. ها هو ذا أمينوفيس الرابع يغير اسمه وينقل حاضرة ملكه ويستبدل بإلهه إلها آخر. إنه الفرعون الذي جعل مجد الحب فوق كل مجد، وقد شاركته مليكته الجميلة نفرتيتي في حلمه بدين جديد ينهض في حاضرة جديدة. وغربت شمس آمون وحطمت المعاول كل نقش باسمه على كل أثر، وكان اسم الإله الجديد آتون. واختار الفرعون الثائر أن يكون اسمه إخناتون، ووهب نفسه للدين الجديد وللشعر وللرسالة المقبلة في حاضرته الجديدة تل العمارنة. ونزلت على الكرنك ستارة النسيان. وتجلت عليه المعاول والحرائق فخربت آثاره ومحت معالمه وطوته في أكفانه. ذلك حين طالع مصر الفرعون الصبي. هذا الصبي هو الذي بعث الدين القديم من رقدته.
وسلط الأضواء من جديد على معابد الكرنك المهجورة، وأخذ في إحياء السيرة الغابرة. ثم لم يطل به العمر، فقد مات في مطلع شبابه، ولكن بقاءه على التاريخ جاوز بقاء كل فرعون. هذا الصبي الذي رحل في عمر الزهر هو توت عنخ آمون. وحفرت له على عجل مقبرة هناك في قرارة وادي الملوك. قدر لهذه المقبرة أن تنجو من سطو لصوص القبور، لم يمسوها طوال 3000 سنة. التابوت المزدوج، التماثيل الفريدة، الحلي الذهبية، الأثاث السحري، آنية الخزف والمرمر، كنز موسر اجتذب إليه الناس من كل حدب وصوب ليروا فيما يرون، القناع المرصع باللازورد والعقيق الذي يطالعنا من عمق الظلام بابتسامة غامضة على شفتي الصبي خالد الذكر. وليرتد خيالنا لحظة إلى الوراء، إلى أحقاب طويلة من حكم الفراعنة، لنرى الملكة الجليلة حتشبسوت وقد اعتزمت أن تتقرب إلى آمون بمسلتين من الذهب الخالص. كنت جالسة في قصري متوجهة إلى خالقي بكل مشاعري، وحدثتني نفسي أن أقيم له مسلتين من ذهب خالص، وما لبث أن عادني هاجس اضطربت له حينما تصورت ما سوف يقوله الرجال فيما بعد حين يرونهما ويتساءلون فيما كل هذا الجبن الشاهق من الذهب. ويبدو أن أحلامي كانت أبعد من طاقتي، وهكذا قنعت بأن تكون كل مسلة منهما لا من الذهب بل من قطعة واحدة من الجرانيت الصلب، وأوفدت لهذه الغاية بعثة إلى أسوان قضت في رحلتها 7 أشهر كاملة. استقرت المسلتان في موضعهما ولم يبق إلا أن أنقش عليهما الإهداء. وسأضيف إليه هذا القول لأنني أفكر في من يأتون بعدي ويقولون إنني لم أحقق حلم الذهبي. أسألهم أن يقولوا عني على الأقل إن شفتي لم تنطقا عن الهوى حينما قطعت العهد، وإنني لم أرجع عما اعتزمت، وإن كنت صنعتهما من الجرانيت لا من الذهب. وها أنتم أولاء تشهدون في عصركم هذا مسلات كثيرة انتزعت من أوطانها وأقيمت في عواصم العالم، في روما وباريس ولندن واسطنبول ونيويورك. هذه المسلات المهاجرة تقف الآن شامخة مترفعة عن كل لغو باطل، كأنها سبابات مرفوعة تأمر بالصمت كي يسمع الكون ترنيمة الفكر المصري. وفي كل عام ينتهي موسم الحصاد وتبنى الكروم ويدور النبيذ بالرؤوس، ثم ينعم معبد آمون بإجازة قصيرة حين يتخطى الإله سور المعبد ويركب زورقه الفخم ويبدأ رحلة العرس في مياه النيل، ويصل إلى الأقصر فيستعيد شهر العسل مع الإلهة آمونت شأنه كل سنة. إنها أعياد أوبيد الباهرة،
وكأنما أصداؤها لا تزال تصل إلينا من أعماق الزمن، ولا تزال تفاصيل برامج هذه الأعياد محفورة على الجدران التي تحف بأعمدة الأقصر. فلنرهف لها الأسماع. اضحكنا في العيد يا غواني، وفرحنا بالحب والأماني، تكدس القمح في الأواني، واختمر الكرم في الدلال. لقد بدا حملة الزوارق مسيرتهم من مذبح القرآن. ها هي في رأس الكبش في مقدمة الزورق المقدس، وتهادى بعده زورق موت، ثم خنس، ثم فرعون، تمل الكون إشراق وأنس. مراوح الريش عليهم تدور، وبين أيديهم ثمار القصور، وحولهم تعبق أحلى الصخور. لقد بلغ مطلع فتح الموتى. وأنفع نامون فوق زورقه السابع في وجه التيار. يبدو أن التيار شديد العروق، الرجال عراة الصخور في زوارق السحر يجدفون بكل قواهم. المهمة شاقة، ها هم أولئك يلقون إلى الرجال الواقفين عند المرمى بحبل ليسيروا في سحب الزورق المقدس. ما ألطف قارع الطبول والضاربات على السنور، وهم يصاحبون بإيقاعهم حركات رجال الزواج. عم نور الشمس وانفض الضباب، وجلاء وصاصحا، وغدا سطول رأسي الجلاب، فيك تطلعك النور المدى. طبع المسطول على الأقصر، الحرم القدسي الأطهر. يا ليت لي موهبة الشاعرة، أرسم تلك الصورة الساحرة. عشرة أيام ستمضي بنا في جو هذه الفرحة الطائرة، في مهرجان تتوالى به أعيادنا في الأقصر العامرة. ويبسط النيل ندى كفه على الثرى بالخضرة النادرة، وتكثر الأنعام في ظله، وتستفيد النعم الوافرة. وجاء يوم كاد أن يطوى فيه كتاب الكرنك. أقبل جبابرة الغزاة فطغى وقع أقدامهم الثقيلة على أنشودة التاريخ. آشور بني بال جاء من آشور وصعد إلى طيبة، وتحدى قلعتها التي وهن العزم منها وأضناها الكبر. والإسكندر جاء من مقدونيا وتطلع إلى لقب فرعون يكلل به أمجاده. وقيصر خرج من روما ليضم البحر المتوسط في قبضة يده، ولم تنفرك هذه اليد إلا لكي يبسطها على مصر. بل إن آمون نفسه طأطأ الرأس كشجرة عجوز عقمت فلم يعد لها ربيع. إن ورثة آتون كانوا أسعد حظاً من إله الكرنك، إنهم آمنوا بالإله الواحد الذي لا شريك له، من علت مساجده وقبابه في ظل طيبة. إن شواهد أية عقيدة
قد تنهار وتصبح أطلالا ولكنها لا تموت، وقد تفلت منا لغة ولكنها تعود مرة أخرى. إن آمون الذي حكم هنا إلى الأبد ليس إلها بلا ملك، إنه إله البدء. واليابسة والمياه يومئذ مختلطتان، وكذلك البشر والحيوان. إنه مفهوم مركب للإله، مفهوم فوق قوة الخلق. لقد بشر الناس بالخلاص كما بشر به سائر مخلوقاته، التماسيح والعقارب والطير وكل ما ينبض بالحياة وكل ما تخضل به الأرض. وقد رضي أن يتمثله الناس وله وك كبش ووك صقر ووك ثور وعنق إوزة، وكأنما أراد بذلك أن يبارك كرامة الحياة لكل حي، لأن الأحياء جميعا شركاء في ملك الأرض. هذه قصتنا يا من حججتم للصعيد. هذه أمتنا من مطلع الكون الوليد، لم تزل تبني وتبني ثم تبني من جديد. لا يعيش الدهر من يقنع بالمجد الدليل، إنما من يصل الحاضر بالماضي المجيد. هكذا نمشي خطى المجد على النيل السعيد.